عليكم بخير، اموركم هانيه ما شاء الله. بغيت نبدل واحد الحاجه في حياتي واللي هي الصلاه. بزاف المرات كنكون جالسه مع عليا ما بيا نبقى نقول خصنا نوض نصلي. اليوم قررت باش نبدا هاد الحاجه. ماشي انا ما عمرني صليت في حياتي ولا شي حاجه، ولكن راكم عارفين كيكون شهر واحد ديال العباده من موراها كنبداو كنميكو على الصلاه، كنميكو على القران، كنميكو على الادعيه، كنبقاو نقولوا يا ربي تعطينا هادي، يا ربي تعطينا هادي، يا ربي تعطينا هادي. ياه مع الوقت ربي كينسينا بديك الحاجه وكيعطيها لنا، ولكن حنايا بالدور ديالنا كعباد خصنا نرجعوا لطاعه ربي. ماشي كندير لكم هنايا الركن المفتي ولا شي حاجه، ولكن بكون انني نتوما كتفرجوا فيا نبارطاجي معكم هذه الحاجه الزوينه اللي غادي نديرها اليوم ان شاء الله، اللي هي غادي ان شاء الله نبدا الصلاه اليوم. قررت باش نبدا اليوم الصلاه وماشي مشكل، واخا نبقى نقطعها لحقاش انا كنبداها وكنقطعها. وصراحه اليوم بغيت نبداها لحقاش اليوم الجمعه، وكنتمنى من ربي ان شاء الله يهديني ويهدي الجميع ويهديكم حتى نتوما، والله يهدينا كاملين. صلاه زوينه لحقاش كنتقربوا من ربي كل نهار، كل 5 دقائق 5 مرات في النهار. وان شاء الله بحول الله يا ربي يا ربي يا ربي تكون هذه بدايه جديده ليا، وتكون بدايه موفقه، وتكون بدايه فيها بزاف الحوايج اللي زوينين. وان شاء الله كنتمنى انكم حتى نتوما تبداو تصليو. راح الصلاه شي حاجه اللي زوينه، يعني كتقربي من ربي، كتكوني زعما كتعاودي له، كتطلبي له داكشي اللي بغيتي، وبزاف 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 بزاف. نتوما راكم عارفين شحال هادي وانا كنحسب واحد الفراغ اللي عندي كبير ما كنتش عارفه شنو هو، لكن من بعد اكتشفت بلي انه هو الصلاة. كنحس عندي واحد الفراغ كبير في قلبي، واخا عندي بزاف د الحوايج الحمد لله، ماشي بزاف ولكن مهم. كنشوف بنات، كنشوف ناس وكيقول لك زعما داك المثل ديال حمد الله على داكشي اللي عندك، ديما كنسمعوا هاد الجمله حمد الله على داكشي اللي عندك، مالك باغي طير حمد الله على داكشي اللي عندك. داكشي علاش خصنا ديما نحمد الله. نقصاني الصلاه بزاف في حياتي، نقصاني الصلاه، وخصنا نبدا نصلي، وخصنا نصلي، وخصنا نصلي، وخصنا نصلي. المهم الصلاه بعدا غتبدل لي بزاف د الحوايج في حياتي، لحقاش انا من داك النوع اللي ربي اللي عالم شنو عندي في قلبي. يعني واخا كنلبس العرا، واخا كنتعرى، واخا بزاف د الحوايج، واخا كندير ماكياج، يعني هادشي ما كيدلش بلي انه راه انا راني ماشي مسلمه ولا زعما المهم شي حاجه بحال هكا. لا بالعكس، راه كاينين بزاف الناس واخا كيصليو واخا شحال من حاجه كيديروها تلقاو قلبهم كحل، ما كيبغوش الخير لبنادم، ما كيكونوش فيهم دوك الصفات ديال المسلمين. انا الحمد لله كنبغي الخير للناس، كنبغي الخير لصحاباتي، الوالدية، الناس اللي قراب ليا، كنبغي نشوف كلشي ضحك، كلشي ناشط، وندير اي حاجه بجهدي باش انه الناس اللي يكونوا قراب ليا يكونوا ضاحكين ناشطين. وصحاباتي راه عارفين هادشي، وحتى الناس اللي قراب ليا عارفين هادشي، وحتى الناس اللي وقعوا بيناتنا مشاكل راه عارفين هادشي. شحال مره كنت كنوقف مع شحال من وحده، شحال من حاجه درتها على قبل بزاف الناس، ولكن وي ار نوت سيم، ماشي بحال بحال. دوماج كنتعرفوا على ناس كيدخلوا حياتنا كيكونوا خايبين، كيكونوا ما مزيانينش، كيوقعوا بيناتنا مشاكل. شحال من وحده كيكون وقع بيناتي انا وياها مشكله على شي حاجه بسيطه، از بوشيت الصراحه، كتكون تافهه بزاف. ومن بعد داك بنادم كيعرف بلي انه راه خسرني، ماشي مشكل، هذه الحياه. باي كيبعد عليك شي ناس كيدخل ناس واحد اخرين لحياتك. هادشي اللي كنت باغا نقول لكم الصراحه، مش حاجه وانا باغا نقول لكم هاد الهضره، مش حاجه وانا باغا نبارطاجي معكم هاد الهضره الزوينه. لحقاش بالدور ديالكم انكم نتوما كتفرجوا فيا خصني نكون كنتقرب لكم بزاف 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 بزاف، وخصني نقول لكم حتى هادشي. لحقاش راه كاينين بنات كيتفرجوا في دي يوتيوبرز وكتبقى تشوفها وكتقول لك عايشه حياتها طول وعرض، عايشه سعدتها عندها هذه سعدتها عندها هذه، راه تقدري انت تكوني احسن منها، تقدري تكوني احسن مني. يا انا نكون كنتميز عليك بواحد الحوايج، ولكن انت تكوني كتميز بحوايج وحده اخرين. والصراحه راه ما يغركمش المظاهر، المظاهر خداعه، خصوصا هادشي ديال الانستغرام، ديال اليوتيوب، ديال الفيسبوك. كتشوفوا بنادم عايش حياته، كتشوفوا ولكن ما كتعرفوش شنو عنده في قلبه، ما كتعرفوش شنو كاين في خاطره. وان شاء الله اليوم غادي نبدا الصلاه، ديما غنبقى نرجع لهذا الفيديو، غادي نبقى نسمع لهاد الهضره باش نبقى نقول لا انا كنت قلت واحد الهضره وخصني نوفي بها. دونك دابا لقيتوني يلاه توضيت وكيف ما كتشوفوا درت ماي روتين افتر شاور، ودابا غادي نبدا نصلي ان شاء الله بحول الله. وليت نظيفه، ماشي ما كنتش نقيه لا ماشي هادشي كاع، ولكن بغيت نبدا الصلاه وانا
نقيه. اللي كيبغي يبدا الصلاه ولا خصو يصلي خصو يكون نقي، ما تكونش كاع فيه ريحه العراق ولا شي حاجه، حيت حنا مسلمين خصنا نكونوا نقيين، خصنا نكونوا نظيفين من الداخل ومن برا بجوج. صراحه عجبني راسي بلا ماكياج طاح عليا النور. بيبيز دابا لقيت فيني غاديه الامانه، غادي نمشي نصيفط لواحد البنت واحد لا كوموند ديالها. ايوا واخا الصهد تكبط لحقاش اختي راه غيضربني البرد، شعري درت له كاسكيطه سويا. دابا غادي نمشيو الامانه، خصني عاد نجي للدار وعادي نعاود نخرج نمشي مع صاحبتي حليمه لحقاش بغات تقدا شي حاجه. وخليكم معايا، هادشي هو اللي كاين اختي هاد النهار. المهم النهار اليوم عندي لا ليبرتي، ما عنديش شي حاجه، كنت غادي نتصور ولكن ما في اللي مشي تصور حتى الغدا ان شاء الله ولا بعد غدا غادي نمشي نتصور لحقاش في خصني ضروري نصيفط لواحد البنت لا كوموند ايوا ونمشيو نتسراو شي شويه مع حلومه ديالنا. دابا يدوي بعدا حليمه عندها عيد الميلاد هاد السيمانه، مازال ما شفتهاش كاع الكادو اللي غادي ندي ليها. ايوا خصني الويكاند نمشي نشوف لها الكادو، حقاش هي عندها عيد ميلاد من مور اختي، اختي عندها عيد ميلاد نهار الاربعاء وحليمه عندها من مور اختي، وانا مازال ما شفتش حليمه كاع شي حاجه، خصني عاد نمشي نشوفها يا اما في الويكاند ولا في الولد السيمانه ان شاء الله. اختي خصكم تعزلوا معايا ولكن هي غتشوف الفلوغ وغادي تصدق داكشي اختي محروق المراحل. ايوا وما نعرف العلم لله واش نحط لكم الفلوغ قبل ديال نهار نمشي نشري لها الكادو ولا تان من مر عيد ميلادها، كل من مر عيد ميلادها ان شاء الله، حيت ما يمكنش تشوف لي الفيديو فيه الكادو اختي، ما يمكنش نحرقوا المراحل، ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، مستحيل يا اختي مستحيل اندم. ها وجهي ها شوفوا بعدا وجهي ما بقاش فيه الحبوب بحال الاول ياك، وراه حطوها. فكرت كاع ما وريتكم الاوتفيت، شوفوا المسطح كاع ما وريتكم الاوتفيت ديالي. مكرهتش العشية نمشي هكا مع حليمة، نقدر نخرج غير هكا لحقاش ما فيها اللي يلبس شي حاجة، ما فيها اللي يدير شي افور باش انني نلبس ونقاد. ياو بيبيز، مهم جيت دابا للدار غادي نوجد باش غادي نخرج لحقاش حليمة راها جاية عندي دابا. المهم هاد الصاك مش حالة ديما هزيتو دابا تشهيت انني نهز الصاك لوي فيتون، صبرت الى لبست هادي وخليت هادشي كما هو، درت الميكاب ودابا غادي نلصق هذا لحقاش هذا راه كيتحيد. البنات اللي غيسولوني على الصاك دابا راه شي صافي 3 زون باش كنت خديتو من المدينه، مدينه قبت السوق، مدينه قبت السوق مدينه مكناس في قبت السوق، في البلاصه اللي فين كيتباعوا السيكان وداك الشيء راه كاينين هادو. دابا راه ولاو حتى الكاليتي العيانه راها كاينه، هذا صراحه زوين الكاليتي ديالو خطيره، كيبان بحال دزام شوا وداك العجب داك التخبيق. هانتوما من الداخل ديال بحال هكا، كنت خديتو ب 300 درهم ولا 200 درهم ما بقيتش عاقله، ولكن بشحال هادي راه كان يلاه خرج شريته، كنت زربت عليه ديك اللحظه. صافي مش هادي ما هزيت الصاك صراحه عجبني. دابا غادي نزير له السمطه بحال هكا، وما فيها اللي يلبس شي حاجه، ما فيهاش اللي يلبس جين ولا شي لعبه، داكشي علاش زربت غير هكا. عشرة زوينه في البيت فريمون زوينه، ماما راه تقتلني. دابا غادي ندير هاد البارفان، الله معايا العكر والكريون وهزيت البزطان. صافي دابا غادي نمشيو غادي ندي معايا ماي فيفريت بارفيوم ديال يارا، هادي صغيوره كدار في الساك وصافي ذاتس ات. هادي كتحمقني 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 وكتسالي معايا،
ديال فيكتوريا سيكريت. فنه. دابا نخرجوا. عرفتوا حاليا المصباح هي كتصوني خصني نهبط دابا راه كتسناني لتحت حدا الدار. باي. هاي. انتي ما فين كانت خبرات صور الادبه يوجد الصوت حمارة فين كنتي شوفوا البيس هاي هاي وانا ما عندي اوي تمشلو بالصوت خلي عليه انا راح سيري تاع اسمح لي اخويا بصحة قولوا لها بصحة في الكومنتات طلعتي الكره قولوا لها بصحة عجبتك الجاكيت عاش اخوتي ماشي كنت شاطر كنت طايف كنت قاتل كنت قاتل قال لي المره الجايه غنجري عليك البارح ما كملت لكمش التصوير شريت هاد البولات ملصقتهم دابا في الكوافوز ها هما ها هما دابا راه دو دابا غير هاد الكارطونات ديالهم اما البولات راني لصقتهم هادو شريتهم ب 10 دراهم الوحده غنوريكم مزيان ها هما باش الدرام واحد خونا كيبيعهم في الارض وصلت عليا ماما قالت لي اجي ديهم وبارح لصقتهم نيت بالليل ولكن انا خاصني 11 وخديت غير 8 لحقاش ما عندوش الكماله دونك خاصني هاد الايام نيت نكمل زعما البقايا اللي بقاو ليا دونك فوالا جايز ها هما البولات كيفاش كيجيو بقى لي هذيك اللي الفوق خلي وحده هنايا بقى لي عاوتاني حتى هذه اللي هنا ما هادو كلهم اللي هنايا هما لصقوا تما وريتكم شرحت حتى النجار جا لصق لي حتى الباب ديال الماريو ها هو خصني دابا غير نشري لي لانجات اليوم باش نمسح هذا الشيء ان شاء الله بحول الله ها هو الماريو ختين